أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم بأحسن قبول في هذه الأيام المباركة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الحياة، نتحدث خلالها إن شاء الله عن أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك. نتابع الحديث فيها في أحكام المفطرات في شهر رمضان المبارك بإذن الله بما يتيسر في هذه الحلقة. سماحة الشيخ نجيب صالح، أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم. قبل أعمالك سماحة الشيخ، كمان رح نتبارك بشيء من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك، يقول: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. ما قيمة صلة الرحم في هذا الشهر المبارك، ومن هم الأرحام الموصى بهم سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تقبل الله أعمالكم. قبل الإجابة على هذا السؤال والموضوع الذي طرحته والذي ذكر طبعا والذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن أقول شيئا في من خلال هذا طبعا هذا البرنامج ومن خلال هذه المحطة الكريمة. واستمعنا قبل قليل لبيان حزب الله، بدورنا يعني نستنكر وأشد الاستنكار وندين سحب الجنسية من هذا العالم الجليل الكبير، أحد كبار علماء الإسلام والمسلمين وشيعة أهل البيت في البحرين، سماحة الشيخ عيسى قاسم، وما يتعرض له الشعب طبعا البحريني وعلماء البحرين اليوم، ما يتعرضون إليه من اعتداء وتعدي واعتداء على حرماتهم وهتكهم وهتك حرماتهم. طبعا هذا العالم الجليل هو اعتداء عليه بكل ما الكلمة معنى، نستنكره ندينه. اليوم في الواقع هذا الجليل وخاصة علماء البحرين لم يصدر منهم أي فتوى تدعو إلى العنف أو القتل أو تدعو إلى الأعمال العنفية، إنما طالبوا بحقوقهم بشكل سلمي حضاري تام ويشهد لهم به العالم كله. لماذا هذا التعدي على حرماتهم؟ ولماذا التعدي عليهم وعلى مقامهم؟ اليوم مطلوب من علماء الإسلام منا جميعا وطلاب العلم وحتى علماء الإسلام إخواننا من أهل السنة والجماعة أن يقفوا وقفة شريفة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه علماء البحرين لهذا التعدي. مطلوب وقفة تضامنية مع هذا العالم ومع قبله الشيخ علي سلمان أيضا الذي ظلم. نحن طبعا متضامنون مع هذا العالم الجليل، ونكرر هذا الاستنكار ونضم صوتنا إلى ما أصدره الإخوة في حزب الله في موضوع التعدي على هذا العالم الجليل واستنكار ما حدث له. في الواقع هذا شيء يحز بالنفس. أما بالنسبة للجواب على سؤالكم عودة وعود إلى ما نحن فيه في موضوع صلة الرحم، طبعا هذا الشهر شهر الله، شهر الصلة، شهر باب الرحمة فيه مفتوح، باب السماء مفتوح. مهما أمكن الإنسان صلوا أرحامكم ولو بالسلام، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يمكن ما نقادر يشوفه بعيد بسلم عليه ولو سلام، وهو أدنى الصلة، ويصلنا الله سبحانه وتعالى. طبعا هلا موضوع البحث في صلة الرحم، ما هو الحرام؟ الحرام قطيعة الرحم. هلا ما هو انه واجبك كل يوم رايح جاي وميكل شارب وقاعد وقايم وبدك لازم تزوره ويجي يزورك كل اسبوع وكل شهر، لا. طبعا استثني الوالدين في هذا الموضوع، لانه الشريعة المباركة من خلال الآيات الحديث الكريمة والقرآن الكريم بين قيمة الوالدين وأهمية الوالدين، ولا يتعاطى الإنسان خاصة مع والديه وأصوله بمثل ما يتعاطى مثلا والله مع البعيدين من الأقارب. حتما ما في يقول أنا ما بزورهم لأنه ما زاروني والدي، اللي بيتكلم بهذه الطريقة فواقعا إيمانه ضعيف. صلة الرحم من المؤكد استحبابها خاصة في مثل هذا الشهر، ولو كلمة السلام عليكم ما أمكن لذلك. هلأ في شيء مثلا أرحامنا، إخواتنا، أخواتنا، خالاتنا، أخوالنا، عمامنا مسافرين، حدا اتصل منهم قادر، الأيام الحمد لله وسائل التواصل مريحة جدا، الواتساب، الفيسبوك، هذه الوسائل ممكن الواحد هلأ ما في تواصل، ممكن خيك يحكي معك تقول له سلمني على بقية أرحامي، تمشي الحال ولو بالسلام إن شاء الله. طيب
سمحت شيخ، راح نشاهد هذا التقرير سويا ثم نتابع الحلقة. من الأمور التي قد يبتلى بها المكلف أن يحتاج للتداوي بالقطرات على اختلاف أنواعها، قطرة العين، الأنف، الأذن أو بخاخ الربو بواسطة الفم. وعليه فقد قسم الفقهاء هذه القطرات لناحية جواز استخدامها في نهار شهر رمضان على الشكل التالي: قطرة الأذن والعين، وبالرغم من وجود قناة تصل العين والأنف بالبلعوم، لكن قطرة العين مثلا أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم، فهي غير مفطرة. النوع الثاني هو القطرة في الفم والأنف، فيقع الإشكال في حال دخل الدواء الجوف وابتلعه المكلف عمدا. أما بخاخ الربو فهو عبوة مضغوطة تحتوي على ثلاثة أمور: الماء، غاز الأكسجين، المواد العلاجية. والغالب أن المريض يستعمل منه في المرة بخة واحدة، وأغلب ما فيها يذهب للجهاز التنفسي بدءا بالفم، ثم البلعوم، ثم القصبات الهوائية، ثم الرئة، وشيء يسير من هذه المواد يعلق بجدران ما يسمى البلعوم ومنه ينزل إلى المعدة. وقد يتواجد نوع من البخاخات التي تحتوي على الهواء فقط دون المواد العلاجية، ولكل من هذه الأنواع أحكامها الخاصة بها. سمحت الشيخ، في موضوع المفطرات كثير هو الحديث عن أو الأسئلة التي ترد عن موضوع القطرات والأمصال وغير ذلك، والبخاخات، بخاخات الربو لمرضى الربو. خلينا نبلش بالقطرات الموارد في التقرير. أيهما، أي القطرات يعد من المفطرات؟ هلا الأطرات والقطرات والقطرات إذا بدك، أنها تقطر يعني، منها إيه، من التقطير طبعا، منها ما هو في العين كما ورد في التقرير، منها ما في الأذن، منها ما هو في الأنف، وقد يكون في الفم أحيانا. يعني ما كان عبر الفم ويصل إلى الحلق وينزل بفطر أكيد. لكن الكلام في موضوع القطرة بالعين، القنوات الأخرى، بالأنف، أي القنوات الأخرى، وفي منها متصل سبحان الله كما قالت في اليد. ولكن بالنسبة للعين ما بتفطر، ولو أحس وشعر المريض مثلا، أفرض عنده وجع بعينه أو عم يأخذ قطرة، حساسية، تحسس، أي شيء مثلا، ما بتفطر. القطرة بالعين لا تفطر، يعني يقول فقهاء ما بتفطر ولو أحس وشعر بالطعم. ما فيها جدار، ما فيها، لا ما فيها مشكلة في يستعمل قطرة بعينه عادي. بالأذن كذلك، ولا استعملت فيها لو أبداً. لو قلنا في قطرة بالأذن لو استعملت كمان لا تفطر. بيبقى بالأنف، بالأنف فيها نقاش، فيها خلاف، يعني بعض الفقهاء، بعض العلماء مثل ما الإمام الخامنئي حفظه الله بيحتاط وجوبا بتركها إذا كان يمكن الاستغناء عنها، يعني ليس هناك حالة مستعجلة في النهار إنه والله ممكن يأخذ بالأنف، بيقول أحوط وجوبا تركها، وتركه إذا كان واحد مش مضطر إليها. طبعا الاضطرار على طول بيجي مخصص لهذه كل الفتاوى هذه، فمفطر على الاحتياط. بعض المراجع الآخرين لا يرونه مفطرة، ممكن الاحتياط الإنسان أن يرجع في كل فتوى فيها احتياط، بيرجع لمرجع آخر يستطيع المكلف. هذا بالنسبة للأطرات. بالنسبة للأطرات في الأذن لا تفطر، لا أبدا لا تفطر. لا تفطر. في شيء لم يؤتى على ذكره وهو محل ابتلاء كثير بيسألوك عنه، التحميلي، يعني إذا جئت على ذكر الدواء والأدوية. هلا إذا بدكم بعد ما نخلص بموضوع القطرات وبخاخات الربو وغيرها، جيد. بالنسبة للبخاخة، بخاخة الربو، بخاخة الربو الطصاصة، يعني بيقولوا له الطصاصة. هلا نحن سمعنا وأنا سائل يعني أطباء وشايفها مرات هيك، في منها إلى رذاذ أو إلى شيء، بس تص منها بينزل شيء إلى الجوف. في حال في شيء بينزل فهو في يعني احتياط اجتنابها، احتياط اجتنابها حتى مع هالحالة البسيطة من هذا، احتياط الوجوبة طبعا سماحة القاضي. ولكن الفتوى بالضبط بتقول إذا اضطر إليها يأخذها. إذا واحد مثلا هلا أصابته عبقة ربو وراح يختنق وما قادر إلا بده يطص مثلا، قادر يطص طصة هني بيستعملوها يمكن مرة بالنهار، بس قد يكون يسيء وضعه ويسيء حاله ويستعملها أكثر من مرة، هذا حسب حالة كل شخص وليس هناك قاضي عام للجميع. إذا كان اضطر إليه في النار بيخذها بيظل ممسك، قادر يقضي بيقدر، مش قادر يقضي فليس عليه شيء. ومع ذلك قلت أنا قبل شوي هون يسأل أليس بحكم المريض، يعني بصير هو المريض، هو بحكم المريض بصير عنده عدة حالات خلال النهار، صحيح يعني حكم المريض الذي يجوز له الإفطار. لاحظ بالضبط بالدقة بالنسبة للتصاصة، هو اضطر إليها بيأخذها،
نعم. بضله ممسك وماشي حاله، وهو بيقول الاحتياط مفطرة، مش انه بيفتي 100% مفطرة، احتياط وجوبي مفطرة، مثلا فتوى غيره ليست مفطرة، ولكن اذا اضطر المريض الى بياخذها بضله ممسك في عنده. هلا نحن وجهنا الراس بال، يعني كيف وجهنا الراس باي معنى؟ يعني نحن هل وقت بنقول له لهالفقيه افتينا، بقول لك طيب دليلي غير واضح وغير صريح وغير، او مثلا على انه يجب ذلك او يحرم ذلك او هذا عندي مش واضح، فبيقوم بيحتاط لدينه، بقول لك احتياط، فبدنا نحتاط مثل ما بيحتاط هو، او نرجع بهذا الاحتياط الى غيره. من هذا الباب انه بس يكون في كثره احتياط بيجي هالمكلف شو بده يعمل؟ اما بده يعمل بهالاحتياط او بده يرجع لغيره من المراجع، وهذا التعليم الفقهي هذا هو الموجود، فبالتصاصه بياخذها، في يرجع لغيره من المراجع ما بيقضي حتى. حتى طيب. لو قدر يقضي ما بيقضي، وفي اذا كان قادر يقضي بده يقضي، يقضي بالشتويه. في سؤال عبر الواتساب سمحت الشيخ بيسال انه استنشاق العطر او الكولونيا هذا بعض الازهار، الروائح، بعض الازهار او العطور او الروائح استنشاقها، هلا في الواحد اجى طص على حاله مثلا عطر وريحه، ووارد في الحديث الشريف الطيب تحفه الصائم، مستحب الصائم ان يكون متطيب، مش بس الصائم والمصلي، يستحب للصائم وللمصلي الطيب والتطيب. نعم ورد في كراهة الرياحين وشم الورد، يعني هذه فيها كراهة للصائم بس، أما بالنسبة لشم الريحة وقام هو تصريحة لحاله هذا مستحب، هذا الشيء وليس لا مفطر، ليس بمفطر. طيب يعني اللي بيقدر يستعيد عنه الشخص بموضوع المفطر، بموضوع ما بدل القطرات بعض الأحيان أو أصيب بصداع أو غير ذلك، بالنسبة للتحاميل، هلا دكتور خليني نحكي بالتحميل، راح جاوب بلشنا فيها، مش مفطرة نهائيا تحميلي كما كنت بدي احكي ابدا. هلا بصير عنده مثل حمى، بصير عنده مثلا حرارة عالية جدا، ما بتنطفي الا بالاستعمال، بيقولوا لها بالفقه الشياف، ولكن هي تحميل ليست من المفطرات ابدا نهائيا. في شيء مهم جدا منيح، هلا نحن عم نحكي خلينا نرجع للجهه العليا من البدن. نعم. من الراس، مساله موضوع عندك موضوع البنج بعد الاتصال. طيب. معك ان شاء الله. معي اتصال من ام علي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله ربنا بيتقبل اعمالكم واعمالكم ان شاء الله، تفضلي. بدي اسال بمساله بالنسبه لوطن غير وطن، مثلا اذا الزوجه بقى تتبع زوجها من خلف الوطن، هل يكفي انه يعني 3 أشهر حسب ما عمينا إنه للسكن لكي يعتبر وطنها، وهل بالنسبة ل3 أشهر لازم يكونوا متواصلين؟ مثلا أنا كانوا متفرقين، وهل لازم يكونوا كل سنة 3 أشهر؟ مثلا أنا 5 سنوات كانت 3 أشهر والباقي مش عم بقدر أطلع الضيعة أنا، هل حكمي كمان نفس الشيء بالنسبة للأولاد؟ سؤال جميل، سؤال جميل. نعم. شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. بعد معي اتصال. طيب سمحت الشيخ بموضوع تحب تجاوب بس لكفي البنج بالخدمة، موضوع البنج، البنج الموضعي مثلا بروح بده يعالج أسنانه، بيعالج أدراسه، بده يقلع، بده يقبع. هلأ فيها هي كراهة إذا كان واحد مش مضطر، ما يزعلوش أطباء الأسنان، هلأ واحد مضطر بيجي مثلا بده يقلع درسه، عنده الوجع فيه، ألم فيه الأخيري، بده يعالج، مش حرام، جائز ويجوز. والبنج الموضعي غير مفطر، ليس بمفطر، ما بفطر بنج الموضع، ليس مفطر الموضع، خاصة من باللثة، يعني خاصة باللثة. لا بيبقى انه وقت الدكتور عم يستعمل لك وبقول لك تمخمضوا او تمضمضوا كبهن، بدوش يبلع الواحد، هذا بده انتباه، ولعله الكراهة من هالباب، خوف من الانسان انه يسبقه هذا الشيء وينزل الى جوفه، طبعا مش متعمد ما بيفطر. طيب البنج الموضعي ما بفطر، وخاصة باللثة ما بفطر. طيب معي اتصال من الاخ حسين من ابيجان افريقيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أطلب منك لو سمحت توطي صوت التلفزيون عندك. يلا تفضل. لو سمحت في الشيخ. تفضل تفضل. أنا بدي أنزل قبل العيد بيومين من ها. نعم. يعني بوصل عشية، بنزل الصبح بوصل عشية تاني يوم الصبح. في صوم يعني بس انت جاي على وطنك حج؟ ايه جاي على وطني. ايه اذا كان صيام بالصوم ليش ما بتصوم؟ يعني بيبقى عندي بعد يومين او 3 ايام، بس انه النهار الثاني يوم اللي بوصل، هلا اذا نمت ببيروت وبدي اطلع ثاني يوم على الضيعة، ما هو في صوم ثاني يوم ولا؟ ما سؤالي لك، بيروت وطن لك او لا؟
لا بيروت مش وطن. نعم جيد، راح اجاوبك بالخدمه. طيب. شكرا لاتصالك اخ حسين واهلا وسهلا فيك. اذا حسب سؤال الاخت ام علي بدها تطبع زوجها بوطن جديد، كيف يكون الامر؟ فيها تقعد 3 اشهر بالسنه او كل سنه مثلا، او سنه واحده متواصله، او سحبه واحده، او متقطعه؟ بسمع اتصال من الاخ محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وهل ممكن احكي مع الشيخ؟ تفضل تفضل. تفضل. شيخنا انا بيطول فيك، عندي كلام بالنسبه للصوم. ايه. انا معي بدل عنك بالقلب ومركب راسورات وكثير يعني ما في، ومعي سكري وريقي بنشف دغري لساني كثير بنشف. الموضوع الثاني اللي انتم عم تحكوا عنه بالنسبه للرحم. ايه. في عندي اختي يعني اخواتي اثنين، الله يرحمه بي وصى لإلي بالكبيره، وصى خيي بالصغيره. نعم. هلا خيي عم بيقلب، ما عم بقول له حرام تقطع الوصل بينك وبين اختك. وانا عم تقول بتصل فيها وبروح لعندها وهي لا بتصل فيني ولا بتحكي معي. نعم. وبدها ورثه من ورثه المرحوم. المرحوم بيي، وانا بيني وبينك حظ الشيخ ما اعطاهاش بيك ورثه؟ ما انا ما معي، ما معي، ما معي ادفع. ايه طيب طيب. يعني شكرا. حالتي بالوال. جيد. شكرا. عم بعبي اولادي بعلمهم كل شيء. ويعني بيني وبينك عم بيش حدا غيب، وحتى الفطره ما في، عم بقدر افسحها، هذيك السنه ما قدرت فحتها. طيب طيب شكرا لاتصالك اخ محمد، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. طيب بالاجابه عن سؤال ام علي سمحت. بالاجابه على سؤال الاخت الكريمه، اول شيء لابد من بيان مساله. نعم. يعني هل يجب ان تتبع الزوجه زوجها في الوطن؟ اذا هي حابه تتبعه بالوطن. سؤالي جدا واضح. نعم. هل تساؤلي وساجيب عليه. طيب طبعا بدي اجاوب حاليا. نعم. بالفتوى بيقول لا يجب ان تتبعه، واحد مثلا راح اخذ مكان وطن لا يجب. نعم، مره بتكون هي غير مستقله ابدا عنه يعني، واينما يذهب تذهب، وارادتها بارادتي واختيارها باختياري كما يقولون. هون بهالحاله مثلا، وذهب الزوج الى مكان، الى وطن هي الزوجه بدها تروح على وطن زوجها، وقال لها بدك تسكني بهالضيعه. نعم بدها تسكن بالفتوى يا اختنا بين شهرين وثلاثه وطلوع، من شهرين وطلوع يعني ان صح التعبير، بالفتوى اللي بقول شهرين ثلاثه بشكل متواصل. هلا متقطع يوم يومين بالشهرين ثلاثه قد يغض النظر عنه اذا ما كانوش مع بعضهم. شهرين الى وثلاثه سكنت الزوجه او اي احد سكن في مكان ما بحيث اصبح يعد عرفا بهذا السكن من شهرين وثلاثه وطلوع وناوي التوطن بصير وطن. واذا تحقق، جواب على سؤالك الثاني، اذا تحقق لمره واحده في خلال سنه لا يشترط في كل سنه انه نقعد 3 اشهر او شهرين وثلاثه وطلوع، لا لا يشترط، يكفي مره واحده للمره الاولى بناء عليه معنيه التوطن، وهل قاعده هذه الفتره ولمره واحده فبصير وطن، بصير له حكم الوطن. طيب معي اتصال من ابو علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام حبيبي. بس صار معي شغله امبارح، كنت ناطر هيك سهران، ناطر فتره السحور يعني اخر الساعه 2. نعم. غفيت عيني وفجاه فقت من دغري شربت مي. هلا عم طلع الساعه لقيتها كانت صايره 4:30 يعني قطع فتره الامساك. فشو حكم الصيام؟ انا كفيت يومي عادي. ما طلعت بالفجر واذان وساعه وكذا؟ ما هو انا كنت ناطر صراحه وغفيت عينك. نعم. طيب طيب شكرا لاتصالك ابو علي، اهلا وسهلا فيك. هلا بضلوا ممسك الاخ، بضلوا ممسك، رح اجاوبه. هلا مجاوب عليه من ضمن الاسئله. شكرا. ايضا اخ علي تفضل. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك مولانا؟ الله يسلمك. عظم الله اجركم. اجرك عظيم. بالنسبه لل شهر رمضان، على الله على الجميع بالصحه والعافيه. نعم. بدي اسال بس بالنسبه، انا عندي حساسيه بجسمي وعم باخذ حبوب بعد الافطار وعلى السحور ما عم يمشي الحال، فبدي اخذ ابره لان جسمي كثير شوي وضعه صعب. بدي اخذ ابره. علاج الابره بالعضل بتفطر او ما بتفطر؟ مش فيتامين، ابره حساسيه. حساسيه؟ حساسيه ما بتفطر يا حبيبي. ما بتفطر الابره؟ لا والله يتقبل. طيب ممنون. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه. بالنسبه لسؤال الاخ حسين عم يقول بده ينزل. انا الاخت معلي خلصنا اسئله. ايه صح. جيد. كان عم يسال انه بده ينزل على قبل العيد. جيد. بكم يوم او يومين عم يقول، اذا وصل بيقدر يصوم عادي بلبنان؟ نعم، هو كان مسافرا
ليش سألته هل بيروت وطن لإلك أو ليست بوطن؟ فالإنسان إذا كان مسافر وجاء إلى الوطن، هلا مش قصدنا نحن كل لبنان وطننا، مش هذا الحكي هون، حكي بالمعنى الوطن الشرعي. إذا جاء إلى الوطن خلص انقطع سفره، ما عادش مسافر، بده يترتب عليه أحكام، يصوم ويصلي تمام. لكن بس قلت لي بيروت مش وطني وأنت بدك تبقى فيها يوم كامل، يعني لازلت مسافرا، والمسافر لا يستطيع أن يتم في صلاته، بده يصلي عصر ركعتين وما في صوم، إلا إذا وصلت يا أبو علي هو إذا هو إلا إذا وصلت مثلا عند الصبح مثلا وطلعت على ضيعتك قبل الظهر ووصلت وما أكلت شيء على الطريق، فيك تجدد دينية بالوطن وظلك صايم. لكن إذا بقيت يوم كامل فأنت مسافر، بدك ترجع تقضي هذا اليوم، ما عليك شيء كفارة ولا شيء. أيضا اتصال من الأخ هشام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك مولانا؟ الحمد لله، الله يحفظك. لو سمحت، أنا مفترس عايش برا سنة 15 سنة بأفريقيا. نعم. هلا منا بالسنة شهر أو شهر ونص يعني مكتب. هلا أنا عندي سكن ببيروت وعندي سكن بسور يعني مطرح مخلق. نعم. بهذا الشهر ونص اللي بالسنة بنزل سور الجمعة مثلا 3 أيام بيروت وهكذا. فبس كنت أعرف إذا بنزل على سور يعتبر موطن عادي، بصلي عادي، بصوم عادي، ولما برجع على بيروت نفس الحكي؟ هني وطنين عندك مش هيك؟ عنده بيت. صاروا ثلاثة عادي محلولة. طيب شكرا لك أخي هشام، أهلا وسهلا فيك. أيضا أخت زينب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس بدي أسألك مولانا، هل مزبوط أنه قراءة القرآن إذا الست اللي عندها الدورة الشهرية مكروهة بشهر رمضان؟ طيب شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. نرجع للإجابة عن الأسئلة سماحة الشيخ. سأل الأخ محمد موضوع قطع الرحم بين الأخوة سماحة الشيخ. يعني الأخ الكريم أول شيء هو سأل عن الصلة ولا عنده سؤال غير عن الصلة قبل؟ سأل عن الصلة. موضوع قطع الرحم طبعا من المحرمات والكبائر، وهو سأل شيء خاص فيه يعني الإفطار بغض النظر، لكن عن الصلة، الصلة حرام الإنسان ينوي. يعني كيف هلا واحد مثلا له فتره ما تواصل مع خيه مثلا شهرين ثلاثه ولا في مثلا نيه قطع الرحم ولا شيء، لا يصدق عليه انه قطع رحمه. قطع رحمه يعني نوى وعم بيعاديه وما عادش بده يحكي معه نهائيا، حتى لو التقوا مثلا بيت اهلهم او شافوا بالشارع او بالحسينيه او ما شافوا، ما بديش احكي معه، بطلت احكي مع خيي وعمي وخالي اللي هن هو الارحام، الاخوال، الخالات، العمات، الاعمام، الاباء، الامهات، الاجداد، الابناء، هن هو ارحام، هو بسمون ارحام. وامر الله سبحانه وتعالى ان يتواصلوا، بمعنى حرام ان يقطعوا بعضهم بعضا ولو بالسلام، وهذه تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان سؤاله يمكن عن موضوع الصيام، وهو في حال كان معه مرض، ايه هو قال قلب وبياخذ دواء وكذا، هو مريض مريض ومعذور بافطارك في مثل هذه الامراض، لكن عم نحكي عن الصلاه. بالنسبه لاختك انت عم تتواصل معها، عال بارك الله فيك. طيب. هي ليش مقاسي قلبها الله يسامحها ومديش تتواصل معك، فبكون انت عم تكسب الاجر هلا، هي الله يهديها. هو في يمكن مشكله الميراث عنده، هلا مشكله الميراث في شيء بدأ توضيح، في ان في ان بده يسمع على طرفين على طول، الواحد ما يسمع لجهه واحده، بده يسمع على طرفين. طيب اتصال اخر من ابو علي، تفضل. الو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احكي مع الشيخ صالح. طبعا فيك، بس لو سمحت توطي صوت التلفزيون لو سمحت. توطي صوت التلفزيون. الو. الو، عليكم السلام يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله. مولانا، انا عندي مشكله بالقلب مع العضله السميكي، وعم باخذ دواء ما اشرب ماء بشيل قبل البول. نعم. اي نعم. سؤالك، عم تاخذ دواء بالنهار حاج؟ بالنهار، ايه الصبح باخذ دواء. جيد، شو المشكله عندك؟ عندي المشكله عضله القلب سميكه شوي وعم دوخ، وعندي ضغط، وعندي بس ما اشرب ماء بشيل ماء حرقه بالبول. نعم. اي نعم. طيب شكرا لاتصالك، سلامتك يا حاج. ايضا اخ حسين، تفضل. تفضل اخ حسن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس في عندي سؤال خارج موضوع الحلقه ممكن؟ تفضل.
اذا واحد عامل خير الزواج وطلعت منيحه نعم بيقدر بعد فتره يرجع يعيدها؟ ليش هي الخير واجبه؟ طيب رح جاوبك من جاوبك اخ حسن تابعنا شكرا لاتصالك سمحت شيخ معنا مجموعة من الأسئلة خلينا نجاوب عليها نجيب. أخ أبو علي كان عم يسأل إذا كان سهران ناطر سحور وفجأة غفيت عينه وشرب مي وتبين فيما بعد أنه فايق ضمن الوقت يعني بعد الوقت عفوا هلأ بهالحالة قلت للأخ ينبغي ويجب أن يبقى ممسك لكن يقضي اليوم متى يقضي اليوم في مثل هذه الحالة هو مش متعمد يشرب داخل الوقت حلو. ولكن سهى قلبه وسهت عيناه ونام وهلا فشاف حاله شرب الماء بعد ساعة من دخول النهار يقول علماء في مثل هذه الحالة بالفتوى إذا راعى طلوع الفجر يعني مثلا واحد مثلا بيطلع بفيق بيطلع يعني بيطلع الفجر ما طلع بيفتح إذاعة النور بيفتح إذاعة المنار بيفتح على الإذاعات اللي بتأذن أذان اللي هو بيعتبره فمثل هالحالة بيقوم بيطلع بساعته بيطلع بالفجر طلع النهار هذا بسموه مراعاة الفقهاء بيقولوا له مراعاة إذا عمل بعض الحالات أو راعى الفجر لا يقضي أما إذا ما في مراعاة نهائيا وراح شارب ومخلص بده يرجع يحتاط بالقضاء بيظل ممسك بيرجع بيقضي هذا اليوم بس ما في كفارة لا. ما بيدفع كفارة أيضا الأخ محمود تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ بدنا نسألك سؤالين لو سمحت صغار تفضل أنا بالخدمة العفو مولانا السؤال الأول نحن بحكم الإقامة ببرات لبنان نحن بننزل على لبنان وبنطلع نعم هلا أنا حكم إقامتي بلبنان عندي إقامتين والإقامة الثالثة أنا بأفريقيا هل الصلاة بدها تكون متمة؟ قصدك وطنين ولا إقامتين؟ فرق بينهما؟ أنا مقيم فوق بأفريقيا جيد وبنزل على لبنان لهون بحكم وعندك وطنين بلبنان؟ عندي وطنين بلبنان جنوب وببيروت جيد السؤال الثالث مولانا نحن بأفريقيا بتعرف في بالتعاونيات مشروبات روحية نحن منفوت بنشتري من التعاونيات لنمون البيوت مثل هون هذا الحكم الشرعي نحن بالنسبة لأن شو طيب شو بنقدر نعمل بهذه الحالة وكل التعاونيات هيك يعني تقريبا كل التعاونيات جيد شكرا لاتصالك أهلا وسهلا فيك أخ محمود أيضا أخ علي تفضل السلام عليكم شباب وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله تقبل الله الأعمال تفضل بس سؤال صغير شيخ أنا بنتحرك من السنة ومنطقة النبطية هي مركز الامتحانات والإفطار يعني إذا بدي أفطر أنا بس أنزل على صيدلة أسافر أغلط 22 كيلومتر بس بمجرد ما أنا بدي أنزل على صيدلة بصير أمرق بالضيعة اللي أنا ساكن فيها طيب فيني افطر انا بعد ما اغلط حد الترخص فيني افطر اكون بالنبطيه ارجع انزل اقطع وانزل بس ضيع ارجع كمان اكمل السفر بنيه السفر يعني حط المساله نعم طيب شكرا لك اخ علي ايضا اخت ريان تفضلي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اول شيء رمضان كريم علينا وعليكم بس عفوا مولانا بدي اسال اذا ابره الانسولين بتفطر او لا لا تفطر يا اخت ماشي شكرا الله خليك اهلا وسهلا فيك شكرا لك. لا بأس في حدا نبهني على شغله قبل الفاصل انه مرات ما جاوبته على السؤال نحن بكون نسينا وجل من لا ينسى يعني من لا يسوى وفي صار ايه بكونش اكثر من واحد عم حاول كل الاسئله اللي طالبوني بمسألتين انه شيخنا ما جاوبته انا من احنا بنعتذر بكون نسينا مش متعمدين هلا من عندي صدقا يعني ما بعمل عم حاول ما انسى اي سؤال اصلا يعني طيب سماحة الشيخ خلينا نبلش بسؤال الأخ علي الأخير أخ علي الله يحفظه عم بقول هو بده يسافر ليعمل امتحان مش هيك قال يريد أن يسافر عنده امتحان لكن يريد أن يفطر أو بده يسافر بده يدرس للامتحان على ما فهمت إذا كان فعلا في سفر خاص الإنسان عندما لا يكون سفر وسفر شغل وسفر عمل وبده يسافر سفر خاص بيطلع من بلد اللي هو فيها بس يوصل لحد الترخص طبعا مع نية قطع المسافة وقاصد لقطع المسافة ومستمر بقطع المسافة عند حد الترخص بتقدر تفطر بتطلع من النبطية وبتروح لك شيء هي المسافة اللي عم تقول عنها روح راجع 45 كيلومتر وفيك تفطر بعد حد الترخص وبترجع بتدرس وبتكفي امتحانك وهذا جائز مش حرام شرعا يجوز طيب
سؤال من الأخت فاطمة، اتصال تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم مولانا إن شاء الله. تقبل الله الحاج. بسألك مولانا، في عندي مشكلة أنا مع أختي. نعم. كانت حتتسبب لي الطلاق، يعني زوجي عرف إنه تدخلت بحياتي، هذا إنه هو بيعتبر إنه هي كانت حتتسبب بطلاقي منه. هلا هو أقسم علي إنه إذا بقيت معه إنه ما أحكي معه كل العمر، بس أنا عندي مشكلة إنه حاسة بالذنب لأنه صلة الرحم. لو أنا كمان يعني بالنهاية بتضلوا إنه أختي، يعني هلا هو حلفك يمين تقطع رحم تبقى معه في علاقتي فيها قبل تقطع على أختها نهائيا مقابل تضل معه. أنا مذنبة ولا شو؟ هو حلفك يمين ما تحكي ولا شو؟ قال لك ما تحكي معه؟ قال لي إذا بدك تبقي معه ما بدك تحكي معه. بس هيك يعني مطرح ما بتكون حتى لو كنت عند طيب. أهلي شوفها بغرب فل. صار طيب واضح. شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. خليني بلش فيها إذا سمحت. طيب تفضل. هل الرجل سلطة؟ هل أدعى المرأة يقمعها بهذا الشكل؟ هلا هون بمصر عم تقول هي إنه تسببت أختها بمشكلة كانت حتصير في لو صار انفصال بين الزوجين. لو صار هناك ولا بفتح قوسين مثل ما بقولوا، لنتقي الله بين بعضنا، نحن الأرحام بين بعض، غيبة الأرحام، لا حول ولا قوة إلا بالله، الإخوة الأخوات الخالات أولاد الإخوة أولاد الأخت نعم. أولاد الخال، ليتقوا الله في بعضهم وفي أكل لحم بعضهم أحيانا، فضلا عن يعني الغرباء. لكن أقول للأخت، هذا الزوج مع احترامنا له ليس له هذه السلطة عليك أن يمنعك من أن تصل رحمك ولو بالواتساب ولو بالفيسبوك ولو بالتواصل بالتليفون سلام عليكم أو شفتيها عند أهلك أو شفتيها كيفك أختي كيف صحتك، لا يجوز أن تقطع رحمك. ومع احترامنا لهذا الزوج فضلا عن موضوع القسم، ويا ليته عم يسمعني، يعني هلأ بيقبل هو حدا يقول له ممنوع تحكي مع خيك ممنوع تحكي مع أختك؟ بيقبلها حاله؟ إذا بيقبلها حاله مش رح نقبل له إياها. طيب مش رح نقبل له إياها. طيب سمحت الشيخ، عندي ايضا اتصال من ام علي، تفضلي. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس انا بدي اسالك بخصوص عند باخذ انا قطره بالمنخار. ايه انا يعني غير شهر رمضان صبح ظهر عشيه دويمه، يعني لا ما فيني، بتعمل لي وجع راس اذا ما اخذتها وما بقدر يعني بتنفس برياحه. نعم. فهلا بشهر رمضان يعني كثير عم عاني بنهاري. طيب. عشان بدي اعرف اذا فيني اخذها او لا انا. نعم شكرا لاتصالك ام علي، اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. طيب خلينا نكمل الاسئله بالتدريج. نعم. حتى ما هي يلومونا الاخوان. الاخ هشام عم يسال، كان يشرح وضعه، هو مغترب بيجي على لبنان شهر او شهر ونص عاده، بين ثلاثة أيام بيقضيهم بين بيروت وبين صور، عنده بيتين بكل مكان بيت. يعني هو الحمد لله فهمت منه عنده ثلاث أوطان. حتى في سؤال ورد مثل حكايته. كنا الأخ الكريم اللي حكى من برا. نفس الجواب نفس الجواب أجيب. من برا. ولكن أقول للأخ ولكل من يسمعني، كل من كان مسافرا وجاء إلى وطنه الذي تربى فيه وعاش فيه أو اتخذ وطن وصار وطن، مجرد ما يصلي خلاص بيصلي تمام، بيصلي وبيصوم عادي. هلا بيبقى بده ينتقل من بيروت مثلا الى صور، تجي مساله اذا سفر شغلي او لا، اذا سفر عادي يعني ذهب من وطن الى وطن، اذا قبل الظهر وصل قبل الظهر ولم يتناول مفطر على الطريق بيضل صايم بجدد النيه، اذا الواحد بعد الظهر بده يطلع من وطنه لو وين ما راح يجب ان يبقى صائم. بالوطن ينقطع السفر، هذه قاعده عامه احفظوها، خلاص بس يكون مسافر يوصل على بلده يجب ان يصوم ويصلي تمام. طيب هذا كمان بيكون اجابه عن سؤال الاخ محمود اللي اتصل كمان بالاخير تقريبا. شو قال؟ قال انه كمان يقيم خارج لبنان وعنده وطنين بلبنان. نفس الجواب. نفس الجواب، بس عنده سؤال ثاني هلا بنساله بعد ما اخذ اتصال من الاخ محمد، تفضل. يبدو الاخ محمد معنا؟ يبدو انقطع الاتصال. سمحت شيخ منكمل الإجابة على الأسئلة. عم يسأل الأخ محمود كان عن موضوع وجود مشروبات كحولية في بيشتري من السوبر ماركت في التعاونيات بشكل عام، كل التعاونيات بده يشتري فيها ومضطر، وهو مضطر على ذلك ليشتري، طبعا بده يشتري خبزاته وأكلاتهم وكله هيك، شو بيعمل؟ يجوز ذلك جاي. طيب يبدو أنه اتصال مع محمد، تفضل. تفضل أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايش بسوريا بالوقت الحاضر. نعم. بس كنت أنا مولود بيروت. نعم. وكنت عايش بألمانيا مدة أكثر من 30 سنة. نعم. هلا أنا بصراحة ما ولا نهار فكرت بالموضوع، أنا دائما عم صلي أكيد تمام هون، بسافر على ألمانيا عم صلي تمام. ف
هلا انا بيروت ما عاد عندي بيت لي خاص. هلا شو حكمه مثلا اذا بتنزل للصور على بيروت؟ ما عندك بيت بصور؟ بيروت. ببيروت. ببيروت ما. عم بحكي ببيروت ما عندي بيت. طيب طيب. هلا عندنا بيت كان قديما وبعضه موجود بس نعم. بس سؤال لك، اعرضت عنها لبيروت؟ تركتها سكنا؟ ايه تركناها تركناها. جيد. يعني اعراض عنها. منيح. شكرا لاتصالك اخ. سؤاله منيح بعد وسهل. ان شاء الله نجيب عليه. اهلا وسهلا فيك. كمان بالتدريج سمعت شيء، كان في عندي موضوع قراءة القرآن للمرأة حل. نعم هو يجوز، ولكن في نقاش بموضوع ثبوت الكراهة بقراءة كتاب الله. هلا السيد القائد بيقول يجوز، ما في مشكلة. هلا قد يناقش بعض العلماء بكراهته، طبعا ما له علاقة بشهر رمضان او غيره، مطلق قراءة القرآن للمعذورة شرعا. هلا بعض العلماء يقول تشتد الكراهة الى 70 آية، ولكنه يجوز تتجنب قراءة الآيات السجود الواجبة بأربع سور بالقرآن الكريم. سأل أخ أبو علي شفاه الله عن موضوع مرض بالقلب، عنده مشكلة بالقلب ومضطر يأخذ دواء بشكل مستمر بالنهار. موضوع إفطاره شو بيطلع؟ سلامة قلبه بقول له للحاج، وفي كتار هيك بيبقى هو عنده هال يعني هيك بقلبه حسرة ومش قادر يصوم. هلا تكليفه الإفطار. تكليفه الإفطار، ما في قدرة على القضاء عليه الفدية، كما قال المولى تعالى فدية طعام مسكين. الله سبحانه وتعالى أراد أن يطعم المرضى، طبعا من استطاع أن يطعم الفقراء بسبب هذه الحالة اللي بيكونوا فيها مش قادرين يصوموا، فبطعم فقير. فأنت يا حاج بطعم فقراء آخر الشهر، تدفعون عن شهر كامل. طبعا هذا في حال عدم القدرة على القضاء، وإذا قدرت تقضي بالشتوية ما عليكش حتى الفدية. طيب لكن مع استمرار المرض في فدية بس. الأخ حسن سأل عن خارج الموضوع، سأل عن موضوع خيرة الزواج. أنا قلت للأخ الكريم ليش هي واجبة؟ هلا يمكن بعضهم شوي هيك يتفاجأ ليش هيك حكيت. لا هي لا تجب، بمعنى هل يجب أن الإنسان أن يستخير على الزواج أو على غير الزواج؟ وهل يحرم مخالفة الخيرة على الزواج أو على غير الزواج؟ نعم. لا يجب ولا يحرم. لا يجب ولا يحرم. ورد روايات شريفة كثيرة واردة هذا الشيء، ما خاب من استخار، روايات واردة ما في مشكلة، مش حرام واحد يستخير في الأمور. وإن كنت أنا شفت جواب يعجبني كثير من السيد القاضي الله يحفظه الولي، عندما أحدهم يسأله عن هذا الموضوع يقول له استشرت في البداية، استشير أهل العقل، اسأل عن الدين، عن اسألي عن دين. هي مخابة من استشار عند عن الناس سلوك. صارت مخابة من استخار. هي هيك مخابة من استشار. أحسنتم. يمكن أنا قلتها بالمخابة. هي مخابة من استشار. في يعني من شاور الرجال شاركها في عقولها، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. في مثل هذه الحالة نصيحة أخوية الأخ، طبعا علمائنا ومراجعنا، في مثل الحالة شايف المواصفات موجودة، توكلوا على الله. اليوم سهلوا الزواج أيها الإخوة أيها الأعزاء، سهلوه، لا تجعلوا عراقيل ولا تجعلوا عصب الدوليب. نحن بحاجة لشباب، بحاجة لشباب طيبين طاهرين. نحن عم نفقد شهداء، بدنا يكثر النسل، بدنا الموالين المحبين، إنه هو الجماعة يحافظوا على وجودهم على كيانيتهم. سهلوا هذه الأمور ولا تعرقلوا. بالنسبة لسؤال أم علي عن قطرة الأنف، تأخذ قطرة صبح وظهر وعشية، إذا ما أخذت القطرة تصير تصاب بصداع وما إلى ذلك. هي مضطرة صارت، تستطيع أن تأخذ القطرة. قلت أنا صح القائد الله يحفظ الولي يقول أحوط وجوبا، ولكن هذا الاحتياط فيك ترجع لمرجع غيره، بضلك صايم تأخذ القطرة عندما بتضطري، وبضلك صايم بالرجوع بالاحتياط. طيب في سؤال حلو من أحد الإخوة عم يقول كثير من الناس بيقوموا بأشياء غلط أثناء الصيام، أثناء نهارات الصيام، بمشاكسات، بتعصيب من هون، بإطلاق كلمات نابية من هون، ومواضيع أخلاقية أخرى. لكن عندما يسأل بيقول له ليه عم تعمل هيك، ما مش من عادتك هيك، بيقول له ما صايم. شو كان يعني بيتحجج بالصيام بهذا الأمر، هل يعني في شيء بهذا الأمر؟ أنا بعتقادي عم يظلم الشهر المبارك وعم يظلم الصوم إذا كان بده يبرر الإنسان هذه الأعمال أو هذه الألفاظ أو هذه الطريقة بالسلوك، بس يتغير واحد أخلاقه تتغير على الصوم، ولا لأنه صايم شو صايم؟ قبل الله أعمالك والله يغفر لك ويغفر لي معك. إذا كان الإنسان كل ما أساء أو كل ما عمل ما بيخف أجره، إذا ما راحش كمان الأجر بيكون صام صوم الإجزاء.
ما يعمل الصوم شماعة كما يقال، لأنه صايم يعني بيقوم بيرتكب هذه الانتهاكات، أو والله بيسرع بالسيارة أو بيضيق خلقه أو مثلا بيشفط أو بيعمل بالسيارة مثل ما بيعمل، مستعجل بدي روح أفطر. ما كل الناس مستعجل بدها تروح تفطر، صحيح، فبدا طول بال وكله بيصير مستعجل، بدها طول بال الأفطار. في سؤال عبر الواتساب، إحدى الأخوات عم تسأل: أنا مسافرة أريد أن أعرف عندما أنزل إلى لبنان هل أعتبر منطقتي الثانية بيروت؟ أنا بالجنوب وبيت أهل زوجي ببيروت، السكن ما عندي بيت بلبنان. عم تقول نعم. يعني بتقضيها بين بس تجي في عندها بيت أهلها أو بيت زوجها. إذا شو بتصلي؟ إذا بيت الأهل كان وطنا لها سابقا وكانت تصلي تمام وتصوم مع أهلها ولم تعرض عن هذا المكان فيبقى وطن لها، عندما تصل إليه بتصلي وبتصوم عادي طبيعي. بيت الزوج، بلد الزوج كما قلت قبل قليل للأخت الكريمة اللي سألت أم علي يمكن بالبداية، كما قلت حتى يتحقق الوطن الجديد سواء وطن للزوج بلد الزوج عفوا بس هون عم تسأل يمكن عن بيت بين بيت أهله وبيت عمه، يعني بيت أهل زوجها، فليكن بيت يعني عمه بيت أهل زوجها أو مثلا اللي هن بيت عمه أو بلد زوجها اللي هن بلد بيت عمه لنفترض، أو البلد اللي اتخذه الزوج وطنا جديدا. خلينا نقول هي طيب. إذا كانت مانة والتوطن وما سكنت بحيث صارت ساكنة هو ليس وطن. طيب نحن عم نحكي بعض الأخوات شو بيظنوا بيفكروا إنه مجرد ما تتزوج خلص هي بطلت بلدها اللي كانت مع أهلها بلدها، لا مش هيك القصة. بتقيم 10 أيام هون بهالحالة؟ إذا أراد إنسان أن يتم ويصوم في أي مكان في أي مكان ذهب إليه وعارف حاله بعشرة أيام أو أكثر ويعلم بذلك 10 وما فوق يستطيع أن يصوم ويتم وين ما يروح. طيب سماحة الشيخ، في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر. شكرا. أيضا الشكر للسادة المشاهدين على حسن المتابعة. أذكر ختاما بصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/فقه الحياة لمن يود إرسال أي سؤال أو استفسار فقهي، وأيضا يعني أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم وأيضا على الملاحظات اللي طبعا نحن عم نحاول قدر الإمكان. برجع بقول أي أخ أو أخت عم يطرح أي سؤال عبر الشاشة أو عبر الواتساب عم نحاول إن كان بالموضوع عبر الواتساب عم نطرحه، إن كان عبر الشاشة عم نخلص كل الأسئلة اللي عم توردنا، ويمكن البعض ما عم بيكون حد التلفزيون ليسمع الإجابة عن سؤاله أو عم تغيب عنه. ألقاكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في التوقيت نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.